بطولة الأهلي الدبلوماسية اللي بدأت يوم 13 وهتنتهي بكرة إن شاء الله يوم 28. اشترك في البطولة 24 سفارة. طبعا احنا بنشكر في هذا الصدد مجلس إدارة النادي الأهلي اللي نظم البطولة وقال وأوكلها الفرع الشيخ زايد واللي كان عنده قدر المسؤولية. بنشكر المهندس خالد مرتجي اللي هو المنظم للبطولة وسفارة ألمانيا. ابتدأت المباريات من يوم 13 من الساعة 1 يوم الجمعة وده الأسبوع الثالث وهتنتهي بكرة إن شاء الله من الساعة 6. هيتلعب مباراتين على الثالث والرابع والأول والثاني. هيحضر بكرة سفراء كتير وسفير ألمانيا وسفير ووزارة الخارجية سفير وزارة الخارجية وسفراء كتير هيحضروا بكرة. البطولة اتعدت لها كويس قوي. حصل من أول اجتماع للمهندس خالد مرتجي وحط الخطوط العريضة وكان حاضر مدير التنفيذ الأستاذ محمد مرجان والأستاذ هشام مرزوق منسق البطولة اللي هو من سفارة ألمانيا. وتم بعد كده عمل مؤتمر صحفي وتم عمل القرعة وابتدت البطولة زي ما أنا قلت يوم 13. حصل بقى حطينا احنا خطة تأمين من أول دخول البوابات من أول قدوم الزائرين والسفارات من على الطريق لبوابة النادي. ففي خصصنا بوابة لدخول الدبلوماسيين بوابة لدخول الأعضاء. حصل يسر مع التأمين العالي. حطينا خطة تأمينية للملعب. حطينا تأمين هندسي. حطينا تأمين طبي والخطة الأمنية. فتأمن المكان البطولة من جميع الجوانب وإن شاء الله تنتهي البطولة على خير بإذن الله. النادي الأهلي قطعة من مصر والنادي الأهلي في أعلى درجات أمنه ومصر أمنة ومصر تحتضن كل بلاد العالم وكل السفارات. فطبعا مردودها إيجابي جدا على كل على العالم على السياحة على التواصل بين الشعوب على قد ايه الشعب المصري بيفتح زراعاته لجميع دول العالم. النادي الاهلي طبعا احنا في غنى عن التعريف نادي عظيم نادي القرن. بنكن له كل الاحترام والحب. بيعمل دائما على جمع الشمل بالنسبه للجهات الاجنبيه الممثله في السفارات وبالنسبه للجهات المصريه في وزاره الخارجيه. بالنسبه لاي حد ممكن يتكلم عن النادي الاهلي مفيش اكتر من كابتن محمود الخطيب، رمز عظيم للكرة المصرية والكرة العربية والأفريقية. فبنكن الله كل الاحترام وربنا يشفيه ويرجع لنا بالسلامة إن شاء الله. بالنسبة للكرة طبعا بشكل عام هي لغة عالمية على مستوى العالم. بتقدم دايما للناس النصيحة بأننا كلنا واحد. بالنسبة للنادي الأهلي قلت قبل كده وهو في غنى عن التعريف، هو نادي إحنا من خلال توجهاته كلنا كدول عربية ودول أفريقية ودول مصرية احنا كلنا بنبص النادي الأهلي هو بيعمل ايه ونبتدي نتحرك من خلاله. طبعا بنلعب في دور الثمانية ونأمل ان شاء الله ان احنا نتقابل في النهائي مع احد السفارات. بالنسبة لوصولنا كان قبليها مجموعة من السفارات في شكل مجموعات، كل مجموعة 6 فرق بناخد منهم فرقتين وبنوصل النهاردة لدور الثمانية وإن شاء الله بعد 4 ساعات كده يبقى فيه الأدوار دور النص الربع النهائي اللي هو قبل النهائي بإذن الله. النادي الأهلي هنا اعتبرا من يوم 13 احنا في حالة استعداد قصوى. عندنا ماتشات في الدوري، ماتشات في الكاس، وماتش أفريقيا الترجي جاي إن شاء الله. رجال أمن الشيخ زايد تحديدا اعتبرا من يوم 13 حتى يومنا هذا وحتى انتهاء البطولة بكرة بنعمل صدقني أكتر من 15 ساعة في اليوم. رجال الأمن بيطبقوا علشان يبقى العدد الموجود في الملعب تحديدا في البطولة الدبلوماسية الودية اللي بيقومها النادي الأهلي تحت رعاية السفارة الألمانية والكابتن وخالد بيه مرتجي. بنعمل صدقني في صمت شديد، بنبذل مجهود مضني علشان آخر اليوم بنشوف السعادة على وجوه الحاضرين وهم خارجين بيشكرونا حاجات قد يسهى عليهم ينسوها في أرض الملعب، تليفونات،
مبالغ نقديه، يجوا يسالونا نقول لهم اتفضلوا الحاجه بتاعتكم اهي، واحنا متواجدين بشكل دائم على مدار ال 24 ساعه تقريبا، وتحديدا في فتره البطوله احنا دايما ابدا هدفنا الاول سمعه ورفعه اسم النادي الاهلي. اقامه الدوره في الشيخ زايد الحقيقه ده ثقه لا نستحقها الحقيقه يعني، ونتمنى ان احنا نكون اهل لهذه الثقه من كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره والعمري بيه وخالد بيه الدرندلي وخالد بيه مرتجي وكل اعضاء المجلس، مش عايز انسى حد. بشكر كل رجال وكل مديري الخدمات في الثلاث افرع، لان البطوله من غير التكاتف والتكالب اللي هو والمساعده بين كل الادارات المعنيه في النادي الاهلي، خدمات، امن، نشاط رياضي، كل الخدمات، عيادات، كل ده منوط به نجاح بطولة الدولي الأهلي الدولية الدبلوماسية. دورة كل سنة المستوى بتاعها بيتحسن على المستوى اللي قبله في استضافة النادي الأهلي طبعا والسفارة الألمانية، بيبقى أجواءها حلوة في إن احنا بنعرف الزملاء الدبلوماسيين في السفارات التانية، بتوطد العلاقات الدبلوماسية والسياسية. شايف إن ليها شق سياحي برضو طبعا، لأن بالنسبة إن مصر اللي ما زالت فيها الأمن والأمان عكس ما بيتردد في وسائل الإعلام الخارجية. طبعا النادي الأهلي دايما سباق في البطولات الشبيهة بالحاجات الدبلوماسية والحاجات اللي دعوة بالسفارات والوزارات وكده. طبعا النادي الأهلي مش محتاج إن حد يتكلم عليه، دايما معروف إن هو من أفضل أندية العالم، وأنا من ناشئين النادي الأهلي وأفتخر بكده. بشكر طبعا النادي الأهلي على استضافته للبطولة ديت، وبرحب بكل ضيوفنا الدبلوماسيين في مصر، ونتمنى إن هي تتكرر كل سنة بنفس الشكل الجميل دوت في استضافة النادي الأهلي والرعاة الجمال سي أي بي وبي إم دبليو وتشيل هيليكس وسيلا سبورت. تمام. البطولة يعني أنا أول مرة أشترك فيها، كان الوزارة بتشترك فيها قبل كده بس أنا كنت في الخارج. تنظيم ممتاز، اولا البنيه التحتيه في النادي الاهلي، اول مره اجي هنا في الشيخ زايد، امكانيات هايله بصراحه، وشركه سيلا برضو المنظمه مع السفاره الالماني عاملين تنظيم هايل، من اول التنظيم من دخول النادي من البوابات بره على بوابات الملاعب على السكيورتي عشان السفارات، بالاضافه الى حكام يعني بروفيشنال ومذيع زي ما انتم سامعين، والقنوات الاعلاميه كلها بتغطي، ومستوى حتى فني يعني معقول، يعني مش هنقول سوبر بس حلو قوي يعني، وفي جو ظريف ودي ما بين السفارات، الناس بتقابل بعض بقى غير نطاق العمل بالكرافتات وبدل، لا هنا الناس يعني في يعني السلك الدبلوماسي بيقابلوا بعض في اطار ودي، منافسه جميله وجو حلو زي ما احنا شايفين. احب اقول لهم يعني مبروك على الثقه اللي هم اخذوها من السفاره الالماني وبقيه السفارات كلها اللي شاركت، على البنيه التحتيه اللي وفرتوها ليهم، وزي ما احنا شايفين ملعب يعني حتى الملعب نلعب بيه جايبين لنا ملعب حداشرات متاح بكامله، الناس كلها هتتدرب فيه، وحتى في ستاندات للمتفرجين يقعدوا بحته في اي بي عاملينها، يعني بصراحه امكانيات هايله وفروها للبطوله. طبعا البطوله ديت شيء رائع بصراحه، اول مره نشارك فيها كسفاره تركيا. طبعا النادي الاهلي نادي كبير، يعني مش حاجه صغيره عليه ان هو يعمل بطوله زي ديت. مستمتعين بصراحه، وكل اعضاء السفاره مستمتعين بالبطوله ديت وفكره البطوله. بحب اشكر كل المسؤولين في النادي الاهلي على الفكره الرائعه اللي هم بداوا بيها كبطوله للهيئات الدبلوماسيه في مصر. كله مبسوط جدا جدا وسعيد بوجوده داخل القلعه الحمراء النادي الاهلي، ومستمتعين جدا بالتنظيم الرائع للبطوله، وان شاء الله تتم على خير ان شاء الله. المجموعه بتاعتنا كانت مجموعه صعبه، كان بتضم المانيا واسبانيا وايطاليا وفيتنام وفرنسا. الحمد لله كسبنا اربع مباريات وخسرنا مباراه واحده وصعدنا كتاني المجموعه الحمد لله. احب اشكر كل
القائمين على البطولة من أصغر واحد لأكبر واحد، فأقول لهم شكرا جزيلا على تنظيم البطولة الرائعة.